Kategori juzuk 1 hingga 10, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk soalan yang pertama? Iya. Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-41 juzuk yang ke-5 muka surat 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Sila sambung ayat tadi dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. حسبك. Soalan yang kedua daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-12 juzuk yang ke-9 muka surat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Sila ulang ayat tadi dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا.
النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين حسبك. Soalan yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-204 juzuk yang kedua muka surat 32. Sila baca ayat berikut dengan bertarannum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa alad الخصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يا
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Azim. Peserta Hafiz yang baru saja memperdengarkan bacaan itu tadi ialah Saudara Muhammad Khairuddin Zakwan bin Jaimis, mewakili daerah Kota Blud.